مصر تفضح إثيوبيا، كذبة جديدة لأديس أبابا بشأن سد النهضة. ردت مصر على المزاعم التي خرجت بها إثيوبيا بشأن جداول ملء سد النهضة وتشغيله، حيث زعمت أنه تم الاتفاق على كل تلك النقاط. وبعد نشر إثيوبيا تلك المزاعم، قررت مصر الرد على كل تلك المزاعم، مؤكدة أن كل تلك الأكاذيب ليس لها أساس من الصحة. ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم إن إثيوبيا ادعت زورا أنه تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، وهذا يعد جزءا من الأكاذيب الإثيوبية التي للأسف الشديد نسمعها يوميا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن تلك الجداول التي يتحدث عنها الجانب الإثيوبي قد تمت مناقشتها خلال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. أضاف المتحدث باسم وزارة الري المصرية أنه أثناء المفاوضات كان يتم عمل مجموعة من الجداول لتنظيم عملية الملء والتشغيل، لكن الجانب الإثيوبي يتحدث عن هذه الجداول وكأنها أمر متفق عليه، رغم أن هناك نقطتين مهمتين. وتابع المتحدث باسم وزارة الري المصرية أنه أولاً لا يوجد اتفاق تم توقيعه أصلاً، أي أنه لا يوجد اتفاق حتى يتحدث الجانب الإثيوبي عن جداول، بينما الأمر الثاني هو أن هذه الجداول تم اجتزاؤها من داخل الاتفاقية. وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أنه كان هناك حديث مع الدول الثلاث عن جدول يرتبط بكميات المياه التي سيتم تخزينها في السد أثناء الملء وبين مستوى الفيضان، فإذا كان هناك فيضان ذو مستوى عال سيتم الملء بكميات عالية، وإذا كان مستوى الفيضان منخفضا لا يتم الملء أو يتم الملء بنسب بسيطة للغاية. لكن الجانب الإثيوبي اجتزأ هذه الجداول فقط من سياقها، وهو أمر مرفوض تماما. وعن تصريحات إثيوبيا بأنها ستتكبد خسارة مليار دولار حال عدم إقدامها على الملء الثاني، أوضح غانم أن ذلك يعد استمرارا للأكاذيب الإثيوبية، هم يتحدثون كما لو كان لديهم القدرة على توليد الكهرباء من السد هذا العام. موجود في السد 13 توربينا مش شغالين. السنة اللي فاتت لما عملوا الملء الأول لم يتم توليد كهرباء لأن التوربينات مش شغالة، مؤكدا أنه حتى وإن أقدم الجانب الإثيوبي على الملء الثاني لن يستطيع أيضا توليد الكهرباء.